السنه دي تبقى احسن من السنه اللي فاتت. خلينا بقى دلوقتي كده تخصصنا عام وشاب، فعايزين نشوف بقى ايه الجديد اللي احنا ممكن ناخده. اولا الماده اللي عندنا اللي هي منشات معدنيه، الاستاذ بتاع الماده دكتور فتحي عبد الملك، وانا مشارك معاه في الماده. انا اسمي دكتور محمد سعيد. في دكتور محمد سعيد تاني طبعا استاذ ده في الدراسات. فاحنا دلوقتي انتوا خدتوا السنه اللي فاتت المفروض بدايه تصميم العناصر الخرسانيه، صح؟ السنه دي ان شاء الله هنبتدي ناخد حاجه جديده وهي تصميم المنشات المعدنيه. فقبل ما نخش في تصميم المنشات المعدنيه، المطلوب ان احنا كل الدكاتره اللي يقولوا لكم محاضرات اول ربع ساعه فيها كده تكلموا عن حاجه اسمها الجوده. طيب ايه بقى الجوده دي؟ حد كلمكم فيها؟ انا خدت محاضرات امبارح تقريبا. بعت لنا بس كونتنت عن الجوده، شويه اسئله كده للجوده بعتهم لي. انت مندوب الدفعه؟ ايوه. بما ان انت مندوب الدفعه تمسك الاول كده دي حضرة النهارده. ده الشيت بتاع النهارده. طبعا الشيت بتاع النهارده هو ملوش علاقه بالسيت، وليه علاقه بان انت بتراجع استراكشر. مش عايز منك كل الاستراكشر اللي انت خدته. انا براجع معاك ابسط حاجه خدتها. ابسط حاجه في الدقيقه اللي هي التراس، ازاي تحلل الفورسز الموجوده في التراس تطلع لي المتكلم فورسز بتاعته سواء تنشن او كومبريشن او زيرو من مثلا. في حد ليه بيفهم في البروجيكتور ده ولا حاجه؟ هو مش شغال. انا مش شايف. انت وزي ما تقول. واحد مش شغال. هنتكلم النهارده في حاجه اسمها منشات معدنيه. ده أول حاجة عايزين نعرفها كده. أنا شايف هو كده مش مناسب، بس هو الإضاءة لو الإضاءة إيه؟ ما أعرفش إيه كده خلاص، المكان مش هيضاء أصلاً. هي ضعيف أصلاً؟ طب بقول لك إيه؟ ابعده عشان الصورة تبقى. ابعده شوية. في البروجيكتور ده المشكلة بتاعته؟ المنشآت المعدنية. يعني تعالوا كده ندردش مع بعض، المنشآت المعدنية بالنسبة لك لما تسمع الاسم ده كده، إيه الحاجة اللي بتيجي في دماغك كمنشأ معدني؟ لا واحدة واحدة كده عايزين نبقى موظفين. مصنع. مصنع أو مصانع، ماشي جميل. إيه تاني؟ جمالونات. طيب. الكريم. في حد هنا قال حاجة؟ في حد قال شمسيات يعني اللي هي المظلات صح؟ طيب جميل ايه تاني؟ ممتاز كباري. ايه تاني؟ مش بالضروره لان في مثلا ناطحات سحاب بتبقى ستيل. بس بقى اكيد طبعا. وده ده اللي احنا هنديله بعد النقطه دي. خلاص؟ كل اللي انتوا قلتوه ده كلام ممتاز. خلاص؟ فعلا المنشآت المعدنيه اللي انتوا قلتوها اللي هي بتتلخص كده في مجموعه الكباري باشكالها بقى المختلفه، سواء الكباري دي كانت كباري عاديه او كباري بيسموها كباري معلقه او كباري كيبل ليها كابلات زي الكوبري بتاع رمر. ده اكتر مثال مشهور. خلاص ده كده فيما يخص الكباري. طيب نتنقل على حاجه ثانيه زميلنا قال مصانع، والمصانع تشمل برضو المخازن، تشمل ورش، تشمل لا اشرب ده بره وتعالى اتفضل. خلاص؟ فبرضه الكلام ده كلام جميل، وتشمل برضه جراجات مثلا ممكن تبقى طيارات او عربيات عاديه يعني على حسب، خلاص؟ ده كلام جميل. حاجه ثانيه يدخل فيها المظلات. المظلات اللي هي العاديه سواء مثلا المظلات اللي هي في محطات الوقود بتاعت البنزينه، خلاص؟ او اللي هي ممكن تكون في محطات اللي هي العاديه اللي الناس بتركب من عندها المواصلات. او اللي هي ممكن تكون في مطارات. برضه من الحاجات اللي هي ممكن تشوف فيها الستيل غير الكلام ده واكيد كلكم شفتوه اللي هي الابراج اللي هي بتاعت الكهرباء، هتلاقيها منتشره في اي حته. خلاص؟ ومثال اصغر منها الابراج بتاعت الاتصالات اللي بقت تتحط فوق البيوت. كل دي كده اشكال للايه؟ للمباني الستيل او المنشآت المعدنيه. تمام؟ احنا عشان انت ما كنتش معانا احنا بنتكلم على انواع المنشآت المعدنيه.
وزمايلك يعني هم اللي قاموا بالايه في الموضوع ده، وقالوا ان المنشات المعدنيه عندنا تنقسم الى كباري وتنقسم الى مصانع وتنقسم الى ابراج. كلام جميل. طيب يا ترى ايه اللي يخلينا نفكر نعمل منشا معدني؟ سرعة تنفيذ ايه ده؟ بحور كبيرة. طب انا ممكن اعمل بحور كبيرة خلصانة. ممتاز. يبقى هي الصعوبة عشان المكان مش هيسمح ان هو يعمل كده، هيبقى فيه عطل، هيبقى اسهل ان هو يعمله حديد. كلام جميل. يبقى احنا اتكلمنا في سرعة، اتكلمنا في البحور الكبيره ممكن نغطي بيها الموضوع ده. طيب في واحد زميلنا من شويه كده لما كنا بنتكلم في انواع المباني قال عشان الاستيل خفيف خفه الوزن منشآت ممكن اركبها وفكها. ده كلام جميل. ايه تاني؟ ترميم وصيانه. اسف برضه كلام جميل. صعب ان يظهر. يعني ماشي هنقول ماشي اوكي، صعب ان يظهر في شروط. طيب كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده كلام ممتاز، وهو ده فعلا احد الاسباب او المميزات الاساسيه ان انا افكر في الحديد. خلاص كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي ده كده هتشوفه في المحاضره تصير يعني صوره بوينتس او نقط كده موجوده. ده ما يمنعش ان اي حاجه زياده عن البوينتس اللي هي موجوده هتشوفها دلوقتي حبيت تكتبها فده صح مش غلط. خلاص طيب اتكلمنا كده في شويه مميزات. طب ايه العيوب؟ هل في حاجه ملهاش عيوب؟ اكيد لا. تكلفه. طيب هي عكس الكلام اللي انت لسه قايله، في واحد قال لي انا مش محتاج صيانه، انت بتقول محتاج صيانه باستمرار. حلو، احنا بنتكلم كده في نقطه الصدر ده عشانه حديد صح كده؟ طيب ممتاز، ده فعلا كده من اكبر المشاكل اللي بتقابل المنشات المعدنيه. بس السؤال هل المشكله دي ملهاش حل؟ طيب اكيد ليها حل، والا ما كانش المنشات المعدنيه بقت موجوده صح؟ طيب ايه الحل بتاعها؟ ان احنا ندهن ونعزل ونعمل الكلام ده كله صح؟ طب السؤال طب بس الله ينور عليك هنفتح بس هنا كده المحاضرة. قبل المحاضرة هنفتح الكورس بلان. الكورس ده عندنا المفروض ان احنا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده اللي هو البرودكشن، المقدمه اللي بنقولها على المنشات المعدنيه اللي احنا اتكلمنا فيها ايه المنشات المعدنيه اللي انت ممكن تيجي في دماغك خلاص، وايه انواع المنشات المعدنيه اللي ممكن تشوفها او تصنفها. فزي ما احنا قلنا كده كباري مصانع، والمصانع هندرج بقى تحتها مخازن ورش مش عارف ايه كل الكلام ده خلاص، وابراج سواء كانت الابراج دي ابراج سكنيه بنتكلم على مالتي ستوري بيلدينج مبنى عالي زي اللي كان مثلا في العاصمه الاداريه كده، او كان الابراج دي ابراج خاصه بالكهرباء اللي هي في الاخر خاص ميمبرز خلاص. اتكلمنا في نقطه ثانيه بعد كده اللي هي ايه مميزات الاستيل، ليه انا بدور بس على منشات معدنيه، واتكلمنا في نقط تخص العروض بتاعته صح. من اهم الحاجات برضو ان انا بدور فيها على منشات معدنيه حاجه زي ما هنشوفها بقى في الترتيب كمان شويه، بس خلينا الاول نتكلم على الكورس نفسه بشكل عام. هيبقى فيه المقدمه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده والمميزات والعيوب، وفي ايه انواع الستيل، ايه الفرق بين الستيل والحديد، يعني ايه الفرق بين كلمه ستيل وايرون، ايه الفرق بين الاثنين، وايه انواع ده وايه انواع ده، وايه هي البروبرتيز او الميكانيكال بروبرتيز اللي انا عايز اعرفها للستيل.
وايه هي الاشكال بتاعه قطاعات التسليم اللي ممكن اشوفها. ده كده تقريبا مجمل اللي احنا هنتكلم عليه في المحاضره، اللي هو بالنسبه لك كده ممكن يكون معلومات عامه او ممكن تكون حاجات انت خدتها. يعني الحاجات اللي هي خاصه مثلا بالماتيريال نفسها بتاعه التسليم، الكلام ده انت درسته في ماتيريال في السنه اللي فاتت، مش خدته الستيل وخدته الكيرف بتاع الستيل، السبرينج كيرف بتاعه والمايل ستيل والهايت انسر، وخدته في اعدادي في ورش اللحام وفي الميكانيكا الانتاج الحديد ومكوناته والباركنز ومش عارف ايه والكلام ده كله. يعني اللي انا اقصده ان انا مش هتعامل مع ماده الستيل كايه؟ كمكونات الستيل نفسها، خلاص؟ لكن انا بتكلم كده بمعلومات انت ممكن تكون خدتها في ايه؟ في اشكال دراسه مختلفه. يعني ممكن بعض المعلومات تكون انت خدتها في سنه، ممكن تكون في اعدادي، في ابتدائي. زي ايه مثلا؟ زي تصنيع الحديد، الافران اللي بيتم فيها من الفرن العادي ومن فرن ما اعرفش الفناس وما اعرفش ايه والكلام ده كله، وازاي بيتعمل. خلاص؟ وان هو بيحتاج ينصهر في درجات حراره عاليه ويبتدي عشان يحسن المنتج نفسه ويضيف له مكونات معينه، كل ما يزود الكربون بتاعه بيعلي السترينث لكن بيقلل الدكتيليتي بتاعته، والعكس ممكن لو انا عايز احسن فيه مقاومه مثلا عوامل الجو اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، تاكل وصدى ومش عارف ايه، ممكن عناصر معينه تتزود فيها النسب بتاعته فتحسن الكلام ده. خلاص؟ ده كلها حاجات خاصه بالانتاج بتاعه، انا هنا مش بتاعي حاجه. خلاص؟ انا هنا بتعامل مع ماده الستيل اللي هي بصمم بيها، وفي قطاعات معروفه هشتغل عليها، وفي احمال انت كنت بتاخدها في صوره مسائل استراكشر، عندك مساله بيم او كونتينوس بيم او فريم او ترس عليه لودز وانت بتحلها، بتطلع رياكشنز، وبعد كده بتطلع انترنال فورسز لو كان ترس، بتطلع انترنال فورسز نورمال شير مومنت لو كان فريم او بيمز. خلاص؟ ده نفس اللي انت هتعمله هنا، بس هنعمله على ستيبس. اول ستيب ابسط حاجه بالنسبه لك هي ترس، فده اول دراسه لينا هتبقى في اشكال الترس وازاي احلل الترسز وازاي اطلع فيها الفورسز. خلاص؟ بس قبل الخطوه دي هتعلم ازاي الاحمال اصلا اللي انا كنت باخدها في مسائل الاستراكشر دي انا اللي هحسبها. يعني مش هتبقى موجوده عندك خد كده وحل، لا انت اللي هتطلع الحبل اللي موجود ده، البوينت لود اللي موجود ده انت اللي هتحسبه، وهتحسبه ازاي هتعرف ازاي. خلاص؟ وطبعا بعد ما هتحسبه هيبقى سهل ان انت تحل الاستراكشر، لان انت اوريدي خدت استراكشر وخدت ازاي تحل ترس. خلاص؟ طيب بعد كده هنبتدي نعمل تصميم، زي ما انت ابتديت في الخرسانه تعمل تصميم للقاعات بيمز، سواء كانت ريكتانجل او وات ايفر الشكل بتاعها تي ال سيكشن على حسب ما خدت. هنا نفس الكلام، ازاي هعمل تصميم؟ فالتصميم دايما هيبقى مرتبط بحاجتين، في عندك فورس انت حاسبها، وفي ستريسز الاو بالنسبه لك المفروض ان انت ما تعديهاش، بناء على ده وده محتاج لقطاع بمساحه معينه، كروس سيكشن لاريا معينه. القطاع ده ممكن يبقى اي شكل من الاشكال اللي احنا هنشوفها دلوقتي. خلاص؟ فانت اللي بتختار القطاع ده، وانت اللي بتحدد الانسب للمساله اللي تصممها لي. تمام؟ ده كده بشكل عام. الكلام ده هيتم على خطوات زي ما قلنا النهارده، هنتكلم في المقدمه، وبعد كده هنتكلم في الفلسفه بتاعت التصميم، التصميم ده بيتم ازاي؟ عن ايه الطرق اللي احنا بنصمم بيها؟ زمان يعني لفتره مثلا بتاع 5 سنين قبل الدفعات بتاعتي، كان التصميم اللي موجود او اللي كان بيدرس هنا تصميم اي اس بي، والتصميم ده خاص بالاحمال التشغيليه. طبعا انت خدت خرسانه فتقدر تفهم يعني ايه حمل تشغيلي وحمل ألتيمت، صح؟ الألتيمت اللي انت الكيسز المشهوره اللي انت بتعرفها اللي هي الكومن بتاعتها 1.4 ديد 1.6 لايف او 1.5 ديد لايف، ده الاحمال اللي هي ايه؟ لايف وديد وديد. خلاص؟ لكن عندنا في الستيل كان لفتره يعني قريبه جدا زي ما بيقولوا 5 سنين مثلا او 6 سنين بالكثير، كان الديزاين ده كله بيتعمل بالاي اس تي، يعني تجمع ديد لود زائد لايف لود او الرياكشن بتاعك ده زائد ده، يعني جمع عادي خالص من غير فاكتورز، وبالتالي الستريسز اللي الاول بتاعتك ليها قيمه معينه. لكن دلوقتي بقى الترند كله في واحد اللي هو الايه؟ الالتر، سواء بقى ستيل او خرسانه، فبقى التصميم كله بالايه؟ بالالتر. تمام؟ طيب بعد ما بقى عندك الاستريس دي هتقدر تطلع السكشن بتاعك. السكاشن اللي انت هتشوفها او القطاعات اللي انت هتشوفها المختلفه بالنسبه للترس، الفورسز اللي في الترس ممكن نقسمها لنوعين من الفورسز، ايه وايه؟ تنشن وكومبريشن. ممتاز.
وبالتالي لما اجي اصمم العناصر اللي هي عليها تنشن دي الاقي ليها معدلات، والعناصر اللي عليها الكومبريشن ليها معدلات ثانيه. خلاص وبالتالي مجرد ما انا التزمت بالطريقه بتاعه المعدلات بتاعه ده او خطوات التصميم دي اقدر اطلع القطاع ده او اقدر اطلع القطاع ده. خلاص ده كده مرحله. لكن قبل ما اعمل بقى التراس ده نفسه هيبقى عندك فرصه ثانيه، يعني ستيب قبل ان انت تحسب الاحمال، ان انت بقول لك عندك مساحه مثلا زي مساحه الكليه، مساحه مستطيله ليها طول في عرض بلان، وبقول لك انت اللي هتخطط البلان ده زي ما واحد كده بالظبط كده يجي كده عارف ان انت في كليه هندسه يقول لك انا عندي حته ارض هي عايزك ترسمها لي بيها كويس. خلاص فده نفس اللي انت هتعمله، هنديك مساحه من الارض في صوره طبعا شيب، وانت هتبتدي تحط التراسز اللي هتحطها دي مثلا هتحطها على مديولز معينه، هتعمل تخطيط كده وتقول ان انا هعمل التراس سيستم بتاعي ده مثلا كل 6 متر كل 4 متر على حسب البلان اللي عندك. ومش بس كده، ده شكل التراس اللي انا هاخده، وفي الاتجاه الطولي هعمل الاستابيلتي بتاعته ازاي والكلام ده. خلاص ده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي كده اللي هو سرد كده للشكل العام للكورس. خلاص طيب في نهايه الكورس ده كده خلاص انت صممت كومبريشن ممبر وصممت تنشن ممبر، طب العناصر دي كده هتتجمع مع بعض ازاي؟ خلاص فهيبقى في جوينتس، الجوينتس دي ليها طريقتين، يا اما هتبقى لحامات يا اما تبقى مصامير. خلاص وبالتالي لازم تدرس حاجتين، ازاي اصمم الكونكشن دي، ان انا لو هعملها لحام ايه اللحام ده وهيتحسب ازاي وطوله والسمك بتاعه ومش عارف ايه، ولو هعملها مسامير ازاي اختار القطر المناسب للسكشن اللي انا واخده ده والمسافات بتاعته كام وعايز كام مسمار واحسبه ازاي. خلاص طيب ده كده هيبقى ملخص كل اللي انت بتاخده. طبعا في اخر الترم ان شاء الله هيكون في فرصه ان انت تتعامل مع تصميم كاميرا، وكاميرا طبعا يعني بنتكلم على حاجه عليها شيل فورس وعليها بني المومنت. خلاص فدي كده ستيب ثانيه، يبقى انت صممت عناصر اكسيالي لودد سواء تنشن او كومبريشن، وفي اخر الترم وصلت ان انت كمان صممت عناصر عليها ايه؟ بيندنج مود. خلاص؟ طبعا لو حبيت تعمل مقارنه بسيطه في المرحله بتاعت البيمز اللي في الاخر دي مع الخرسانه هتقدر تعرف نقطه من النقط اللي احنا كنا هنقولها من مميزات الستيل زي ما قالها زميلنا هناك ان هو خفه الوزن. خلاص؟ وفي نفس الوقت البحور الكبيره دي انا ممكن اعملها خرسانه، بس الفكره مش في صعوبه الكلام ده اكتر منه ان هو هيبقى وزن كتير. خلاص؟ طبعا سهوله الحديد في الاماكن بالذات بتاعه الكباري، لو بصينا كده لمعظم الكباري اللي معمول فيها حديد هتلاقي الكوبري ده كده مرتبط بان المكان ده تقاطع طريق، فصعب ان هو يوقف في الطريق في المكان ده لفتره طويله. خلاص لكن قبل وبعد التقاطع ده سهل ان هو يعمل خرسانه. خلاص هيبقى في حاره في الطريق شغاله يمين وشمال رايح جاي، وفي النص هو قاطع الطريق وشغال فيه بيعمل كوبري زي ما حصل في كل الكباري دي. لكن لما تيجي لمنطقه التقاطع هيبقى صعب ان انت توقف بقى كل الشوارع دي كده عشان تعمل هنا ايه؟ صب خرسانه وتعمل الشده بتاعتها والكلام ده. فالانسب في المكان ده هنا ستيل. ليه؟ لان في الغالب الكاميرا ده بيتركب في بيتصنع ويتركب كله في الورشه ويجي يتحمل على عربيات ويجي الاوناش مثلا في ساعه متاخره بالليل الناس كلها تقريبا نايمه، او حتى لو قفل الطريق ده في الوقت ده ما فيش فيه مشكله. خلاص؟ ليه مجرد ان هو يركب كام كاميرا؟ خلاص ركب الكام كاميرا دي كده اصبحت دي بالنسبه له شده الخرسانه اللي هو عايز يعمل. يحط عليها الصاج بتاعه وممكن يشتغل عادي يصب والطريق ماشي تحت مفيش مشاكل. خلاص فدي كل دي الفكره ببساطه. طيب نبتدي بقى نبص كده على الكلام اللي احنا قلناه او اللي انتوا قلتوه في المقدمه بتاعه الستيل. طبعا هنا زي ما احنا شايفين ده كده برج ايه؟ ده برج ايه؟ خلاص هو مش محطوط هنا عشان انت تحفظ منه حاجه ولا تقول الارتفاع بتاعه هتسالك فيه في الامتحان، لكن ده احد الامثله على المنشات المعدنيه. طبعا ارتفاع البرج ده 300 متر. خلاص واتبنى في سنه 1890 تقريبا، يعني دي كلها داتا ما تخصنيش، لكن اللي تخصني منه ان هو بالارتفاع ده قطعات الستيل دي كده قدرت ان هي تفضل موجوده لحد دلوقتي ما فيش فيها مشاكل. ده كده معناه ان الستيل يعني عناصر ممكن ان انا اقول ان هي تقعد وقت طويل جدا. خلاص طالما ان هي اتعمل ليها صيانه بشكل كويس، اتعمل لها دهانات بشكل كويس، وبالتالي ما حصلش فيها مشاكل زي ما احنا شفنا. طيب من الحاجات والمميزات بتاعه الستيل الستيل ده فيرستل واتراكتف. يعني ايه فيرستل؟ يعني استخداماته كتير، ممكن استخدمه في اي حاجه، من ابسط الحاجات اللي انت ممكن تشوفه فيها الديسكس اللي احنا قاعدين عليها ده،
الفريم بتاعها ده معمول ازاي. خلاص بيتنا او بيتكم او بيت اي حد فينا في بوابه موجوده دي معموله كريتال بس. خلاص قبان القطر او الجسم نفسه البودي بتاع القطر او بتاع العربيه او بتاع الاتوبيس او بتاع اي حاجه انت شايفها بس دي انواع مختلفه. خلاص في زي ما قلنا الكباري او الابراج او الهناجر او المصانع او كل الكلام ده ممكن يتعمل ستيل. خلاص لان هستفيد منه بحاجات كتير. دي اول ميزه فيه ان هو متعدد الاستخدامات. تاني حاجه ان هو 100% ريسايكل ازاي الخرسانة. يعني اضعف الايمان خلاص المنشا اللي هنا ده خلاص شلناه او اتعرض لحريق مثلا. خلاص فالحريق بتاعه ده كده مش حاجه زي الفحم او زي الخشب هتتحرق خلاص بقت رماد وملهاش يعني قيمه. لا حصل فيه مشكله هيروح تاني للمصنع وهيسيحه وهيعمل بيه قطعات من جديد او هيدخله تاني في الصناعه 100% بدون اي خسائر. خلاص ده لو هو حصل فيه كده. لكن لو زي ما زميلنا قال انا عملت منشا في المكان ده ولسبب او لاخر المبنى او المكان المنشا اللي هنا ده تم تغييره قرروا ان هم يغيروا الاستخدام هنا او ينقلوا المبنى ده لمكان تاني فهيبقى سهل جدا ان انا افك القطعات دي واحملها على العربيات وانقلها للموقع الثاني بعد ما يكون جهزت لها اماكن التثبيت بتاعتها وسبتها. بقى هو نفس النموذج اللي كان هنا نقلته لمكان ثاني بنفس الشكل ونفس الكلام. خلاص؟ فيبقى احنا عندنا الدور دول كده احد المسلمين. بعد كده الديورابيلتي زي ما شفنا كده الهوب بتاع ايد ده كده بقى له سنين طويله وفي حاجات كتير زي كده بقى لها سنين طويله وليك معمول حسابها ان هي ايه؟ ليها معالجات بحيث ان هي تستمر الفتره. طيب نرجع هنا بقى للجميل المباني سواء كانت لو او ميديم او هاي رايز بيلدنج ممكن الاستيل يلعب دور كبير فيها. طبعا انتوا لسه ما خدتوش الخرسانه تصميم العمل صح؟ خدناه. خدتوا تصميم معين؟ طب ممتاز. كويس. احنا قبل البيمز اللي هي في اخر الكورس اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده هيبقى فيه تصميم للعمل. برضه هيبقى فيه مثال كده كويس ممكن انت تعمله لنفسك. نفس المساله اللي انت بتحلها في الستيل هنا بتطلع بناء على الحلم ده ابعاد لعمود ستيل ممكن تاخد الحلم ده كده وتفكر انت مع نفسك لو عايز تطلعه في خرسانه هيبقى ابعاده عامل ازاي؟ خلاص؟ عشان نشوف الفرق ما بين حجم عمود الخرسانه هيبقى قد ايه وحجم عمود الستيل قد ايه؟ وبالتالي لما بتكلم في حجم الحاجه انا هنا كده بوفر مساحه. يعني تخيل مثلا مبنى زي ده كده لو ده كله مثلا معمول خرسانه وجريد الخرسانه جريد تعبان مثلا 400 500 خلاص؟ انت متخيل ان قطاع العمود اللي يطلع تحت ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ طيب بصوره بسيطه عشان نقرب الموضوع شويه. اجهاد كسر مكعب الخرسانه اللي بتصمم عليه كام؟ 25 صح؟ يعني لو قلنا بالوحدات بتاعت الكيلو كيلو جرام سنتي 52. طيب بالنسبه للحديد التسليح برضه اللي انت بتصمم عليه اجهاده كام؟ انا بتكلم على الحديد الاساسي مش الكنايه. كام؟ 3600 اللي هو 360. طيب 360 بالنسبه ل 25 دي كام؟ انا بتكلم في اكتر من 12 مره. خلاص؟ فده كده يديك تخيل بسيط، يعني لو تخيلنا مثلا عندي الحمل اللي عندي 100 طن. وسيبنا من كل الفاكتورز والمعادلات الكتير بتاعتنا، قلنا ال 100 طن دي مثلا هنسيبها على هنحولها الاول لنيوتن ونسيبها على 25 هتطلع لها مساحه الايه؟ الخرسانه. خلاص؟ تاني انا قلت ان انا كده ما يعني بعدت عن الوحدات، انا اخدت هنا السترينث بتاع الخرسانه واخد هنا زي السترينث بتاع الستيل عشان بس اشوف الاريا دي بقى عامله ازاي. خلاص؟ فانت تقريبا بتتكلم على اريا 1/12 من الاريا المطلوبه فقط. وبالتالي كده انت وفرت فيه المساحه، يعني بدل ما كان عمود كده كان ممكن يقفلوا مكان زي ده، لا ده بقى لا ده ممكن ياخدوا بس ربع المكان ده او اقل ويبقى فيه هنا سبيس نقدر نستفيد. خلاص؟ طيب يبقى استخدامه ممكن في الحاجات دي الستيل هاي سترينث ودي النقطه اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيها حالا. هاي سترينث ده معناه ان هو بيديك قطاع ليه قوة مقاومة عالية جدا وفي نفس الوقت وزنه خفيف جدا اللي هو النسبة اللي احنا لسه قايلينها لو احنا بنقارن ستيل العادي اللي احنا بنحط تسليح في الكاميرات 3600 او 460 نيوتن بال 25 اللي هي ايه؟ قيمة اتجاه كسر الايه؟ قاعدة الخاصة خلاص؟ فده كده الويت اوف ستراكشر از ميد فروم ستيل از ليس ذان اتس كاونتر بارت كونستراكتد فروم فورس كونكريت يعني
ملخص الكلام ده ان ده بيديك حاجه اسمها هاي ريشيو اوف سترينث بالنسبه للمين القطاع بيقوي حمل عالي بس مساحه اصغر. خلاص طيب حاجه ثانيه او ميزه ثانيه الدكتيليتي يعني ايه؟ ايه الفرق بين الدكتيليتي والبلاستيستي؟ يعني ايه لما اقول يعني هل في بينهم فرق ولا هم الاثنين حاجه واحده؟ فاكر فيزياء صح؟ ده يعني واحد في الاثنين الدكتيليتي ولا البلاستيستي؟ ده المفهوم اللي قاله زميلي. طيب حد عنده كلام تاني؟ اولا الدكتيليتي غير الالاستيستي. خلاص؟ الالاستيستي معروفه اللي هي القانون بتاع هوب اللي انتم خدتوه في الفيزياء او خدتوه في اي حاجه من الحاجات الكتير اللي انتم درستوها دي. اللي هي ايه؟ اللي هي الحمل عندك لو الماتيريال دي في الاسون بتاعه الالاستيستي معناها ان طول ما في حمل في ديفورميشن. مجرد ما اشيل الحمل ده الديفورميشن هيتشال. خلاص؟ لكن في ليميت معين. لو انا حطيت حمل اكتر منه بيبقى في حاجه ثانيه اسمها بلاستيستي. يعني في جزء من الديفورميشن دي مش هيرجع خلاص. حصل كده ان هو بعد الييلد بعد مرحله الايه؟ الييلد. خلاص؟ فالدكتيليتي دي حاجه بعد الالاستيستي. يعني هي قدره العنصر ان هو بعد وصوله للييلد كده ان هو يحصل منطريه او استطاله بدون ما يحصل في فيلير. خلاص؟ طيب سؤال كده بسيط، هل الخرسانة عندنا الفيليا بتاعها بريتل ولا مش بريتل؟ صح؟ طيب لو جينا بقى نسأل نفس السؤال دلوقتي، هل الستيل الفيليا بتاعه بريتل؟ طيب هو ده الدكتيريا اللي عامل كلام. خلاص؟ يعني طول ما في الاستيستي اتس اوكي، ملهاش علاقة بالدكتيريا خالص، الدكتيريا دي بتيجي بعد مرحلة الاستيستي. وصل للبلاستيستي الماكسيموم بتاعكم اللي هو لو شلت الحمل هيرجع زي ما كان. خلاص؟ هيقدر يحصل له استطاله بعد النقطه دي بقدين تاني. هي دي البكتيريا. خلاص؟ فبالنسبه للستيل بيتميز بان هو دكتايل وبالتالي الانهيار بتاعه تنشف. وبالتالي الميزه بتاعت الانهيار ده ايه؟ ان انا مش مره واحده كده الاقي كامره الحديد دي راحت حاصل فيها فيليا. لا ده انا هبص كده ابتدي الاول كده فيها ديفليكشن عالي. مش مشكله. بعد تحميل شويه لا ابتدت يعني ايه؟ يبان ان هي ابتدت تشد القطاع اللي كان ليه سمك معين ده ابتدى يجري. خلاص؟ مفيش مشكله لحد ما يحصل نيكنج اللي هي كانت بتحصل في الايه؟ في التنشن تيست اللي انت كنت بتشوفه بتاع الحديد لا كده بس خلاص بتاع ده كده هيحصل فيه مشكله. كل الوقت ده كده انذارات انا شايفها لكن في الخرسانه مفيش الكلام ده. الخرسانه في شروخ بتبان بس شروخ انا ما بشوفهاش بالعين. فبالتالي وقت ما يحصل لها انهيار خلاص هي كده خلصت. خلاص؟ عشان كده دايما الحديد بيتحط تحت الشد فين؟ في الفرسان. طيب يبقى ده كده الدكتيليتي ان الستيل كان ريزيستنت يقدر يتحمل اكستنسيف فورميشن وزود فيلير اندر هاي تنسايل ستريس. وبالتالي ات جيفز وورنينج بيفور فيلير تيك بليس. تمام؟ طبعا دي شويه اشكال ثانيه ليها ناجز وحاجات من ضمن الستريس فورميشن. جه بقى هنا الميزه رقم 6 اللي هي الالاستيستي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. الالاستيستي ان الستيل فولوز الهوك سلو فيري اكتيفيتد. طبعا مش زي الخرسانه اكيد مش رسمي. صح؟ واكيد الخرسانه مش الاتجاهين زي بعض. يعني انت لما بتضغطها كده ما بيحصلش ليها في الناحيه الثانيه بنفس الطريقه ان هي ايه؟ بيحصل لها استطاله او بتتبدل في الاتجاه الثاني، صح؟ والعكس لو شديتها كده ما بيحصلش ليها كده بنفس الايه؟ بنفس مقدار الالاستيستي في الاتجاه الثاني، صح؟ طيب يبقى الالاستيستي اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي ان هي وجود الحمل في ديفورميشن، بعد زياده الحمل بيرجع الكروس سيكشن او الممبر لوضعه العادي جدا، طول ما هو ما عداش الليمت بتاع الايه؟ بتاع الميزه. خلاص؟ الميزه اللي بعد كده مش موجوده في الخرسانه اللي هي الايه؟ يونيفورميتي. يعني ايه يونيفورميتي؟ نظاميه التوزيع. طبعا الخرسانه دي ماده مخلقه ولا هي يعني موجوده كده في حاجه اسمها الخرسانه مخلقه؟ يعني ايه؟ يعني انت بتصنعها
من مجموعة مكونات اجريجيت سمنت سيمنت ووتر، بتعمل ايه الخلطه دي فبتطلع فرصان. هل اول ما بتطلعها كده بقت حاجه ليها سترينس وتحطه؟ لا طبعا، تاخد وقت عبال ما تاخد الايه السترينس بتاعها. طيب لو حصل مثلا واحنا بنصب سقف في المكان اللي احنا فيه، هل انت ضامن ان كل سنتيمتر مربع من السقف ده في نفس المكونات اللي في السنتيمتر اللي جنبه؟ طبعا لا. فده كده اسمه ان هي ما فيش فيها يونفورم او مش هوموجينس ماتيريال، خلاص. وبالتالي ممكن اثناء الصب مثلا انا في المتر ده كده كنت مركز مع الناس اللي بتصب، وبالتالي واخد بالي الاسمنت والميه والرمل اللي بيحطوها، مش عارف في المتر اللي في النص ده مش عارف كنت فين، بتكلم في التليفون فمش مركز، فده حط زود رمل زود ميه زود مش عارف ايه، ففي نفس السقف مش هلاقي الاسترنس هنا واحد، خلاص. فده كده مش شايف. لكن بالنسبه للستيل او بالنسبه للالومنيوم او بالنسبه للنحاس، اي ماده موجوده عندك، لا الماده دي تعتبر ماده يونيفورم او هوموجينس، يعني تقريبا يعني نسبه الخطا، انا بتكلم في ذرات يعني ملي متر مربع ممكن ما يبقاش فيه اي مشكله خالص، هو نفس الملي متر مربع اللي بعده، فبالتالي ده كده بيديني ان انا اعتمد على الماده دي بشكل افضل، تمام كده؟ فده كده الميزه اللي هي اليونيفورم. طيب طفرس، كل المصطلحات دي المفروض انت خدتها في انتاج في اعداد ابحاث سنه تحاسب اسمها حاسبه، احنا لا يمكن اسمها انتاج. لا هي اتلغت وسنه كورونا سنه كورونا خلاص الكوره الجديده. طيب ماشي بس خدتوا كلام ده لا في الماتيريال خدته في ماتيريال السنه اللي فاتت. ايوه صح. الاختبارات اللي هي خاصه بالحديد ومش عارف ايه، تمام. طيب التفنس دي كده اللي هي الخليط ما بين الحاجتين السترينس والدكتيلتي، خلاص. يعني عشان تستوعبها بشكل افضل، لو دخلنا كده ان احنا معانا حديد ومعانا في الناحيه الثانيه كده حته مطاط، ده كده مين فيهم اللي هيبقى فيه تفنس؟ طفنس معناها ليه سترينس في نفس الوقت ليه دكتيلتي. الدكتيلتي احنا قلنا ان هو ما بيحصلش ليه انهيار فجأة، والسترينس معناه ان هو بيتحمل قوة عالية جدا. فهل مين هنا اللي فيه طفنس اعلى؟ اكيد الحديد، لان المطاط في الاخر يعني كان ما هشده لحد دي ما ممكن بايدي انا بس كده اشده ويتقطع. لكن نفس المساحة دي لو خدت عشرها او واحد على 100 منها حديد وقعدت اشد بلاش حته سلك اللي هو بتاع الكهرباء ده قعدت اشد فيه كده حاسس مش هعرف، خلاص. فبالتالي ده هو التفنس اللي كده ليه سترينس وفي نفس الوقت ليه دكتيلتي، اوكي. فده كده احد الميزات بتاعت الاسترينس. طيب ميزه كمان تاني، زي ما قلت لك مش كل اللي انا كاتبه ده كده هو كل حاجه، لا في ميزات تانيه انت ممكن في دماغك كده تفكر فيها وتلاقيها وتضيفها، خلاص. يعني هنا مثلا بنقول الاديشن تو ريزيستنج ستراكشر، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انتوا زي ما انتوا شايفين احنا في الكليه يعني، صح؟ حد طلع المبنى اللي فوق او بص وهو مثلا في الجنينه كده على المبنى اللي فوق خالص، المبنى اللي فوق ده معمول ايه؟ ستيل، ده اصلا ما كانش معمول، والا لو بصيت للمبنى كله ككل كده هتلاقي طبيعه المبنى اللي احنا فيه بتاع الكليه ان هو حوائط حامله واسقف خرسانه وخلاص. ايه اللي جاب بقى في ستيل فوق؟ اكيد الستيل ده حاجه اتضافت، ما كانش موجوده والا كانوا عملوها زي بقى الادوار، صح؟ خلاص؟ وبالتالي الستيل ده عشان الخفيه بتاعت الوزن بتاعته، خلاص؟ اقدر ازود بيه مثلا ادوار معينه، او لو في مبنى المفروض ان هو متصمم يتحمل مثلا 10 ادوار، وبعدين بعد ما يقوم ينفذوا مثلا 8 ادوار ولا حاجه، لقيوا ان في الاختبارات بتاعت الخرسانه، لا الخرسانه بتاعت الاعمده اللي احنا كنا مصممين عليها او المفروض كان متصمم عليها كانت تبقى مثلا 30 نيوتن، لا ما جابتش في الاختبارات غير 25، يبقى معناه العمود اللي تحت الابعاد بتاعته ده اللي المفروض كان يشيل 10 كيلو مش هيشيله. طيب هقلل الاوزان دي ازاي؟ هشوف ان انا احط منشأ خفيف فوق، فاخف حاجه ممكن احطها هتبقى ستيل، خلاص. طيب ده معناه ان انا ضفتها للمبنى، هي ما كانش موجوده وضفتها بسهوله، خلاص. فده كله اللي هو اديشن تو اكزيستنج ستراكشر. ممكن الاكزيستنج ستراكشر ده يكون اصلا ستيل، يعني ممكن يكون مصنع من المصانع اللي انتوا قلتوها كامثله، خلاص، وحبينا او المالك بتاعه حب يعمل توسعه فيه،
فكل اللي هيعمله طيب التراسز الموجوده دي عايزين واحد يعمل لنا كام تراس زياده كده عشان نعمل كام باك يا زياد. هيروح مصنعين التراسز دي وهيروح فاكين مثلا في الجنب الاخير بتاع المبنى او الورشه او المصنع ويحط بعد كده ويوصل سواء الحماده او يعمل المسامير وخلاص زود المساحه. فبالتالي ده سهل ان هو يعمله فين؟ في الاستيل. لكن لو دخلنا للدخل الصنعه هيقدر يعمله بس هياخد وقت اطول. لانه هيزرع بقى حديد وهيبتدي يحط شده ويستنى لما الخرسانه تنشف ويفك الشده وهكذا. خلاص؟ فدي كده احد المميزات ان هو ممكن ان انت تزود باكيات اضافيه في المكان بتاعك. طبعا الحاجات الثانيه برضو اللي هي صعب ان انت تلاقيها في خرسانه زي دي طبعا مش ميزه هنا يعني لكن هي محطوطه كصوره من ضمن الميزات بتاعت المنشات المعدنيه عن الخرسانيه. يعني هتلاقي نسبه كبيره الكباري اللي هي بتتفتح دي اللي هي على مجاري مائيه او حتى مش على مجاري مائيه فاغلبها اذا ما كانش يعني بنسبه 99% منها ستيل. ليه؟ عشان يبقى وزنها خفيف وهي بتلف. لان لو خرسانه ممكن يبقى فيه مشاكل. خلاص؟ فبالتالي معظم الحاجات اللي هتلاقيها موفبل كده او الكوبري اللي ممكن يتفتح او سواء يتلم كده ده كله هتلاقيه معظمه ستيل مش خرسانه. طيب طبعا في المنشآت كلها مثلا او اغلب المنشآت اللي في البحار بتلاقي مثلا كده في بعض او بتفرج على التلفزيون يعني على قنوات معينه مثلا بتاعت حاجات تاريخيه او حاجات علميه هتلاقي مثلا بيجيب لك منصات البترول اللي هي بتبقى في وسط البحر ده او وسط المحيط. خلاص؟ طبعا الحاجات دي هتتعمل ستيل ولا تعمل خرسانه؟ ستيل. هتعمل ستيل لعده اسباب. اول حاجه ان هو سهل ان هو يتحكم في الستيل، هيجيب الستيل ويركبه في بعض. لكن الخرسانه هيضطر يعالج المكان اللي هو بيصب فيه الخرسانه بطريقه معينه عشان الخرسانه اللي نازله دي في الميه تعرف يحصل لها تصدر والاملاح ما تخشش فيها وقصص ثانيه كبيره ممكن دي تبقى متعبه بالنسبه لها. فيبقى اسهل ان هي تتعمل منشآت معدنيه. طيب كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده كان المميزات. طبعا العيوب زي ما انتم قلتوها كده اول عيب الكروشن. لكن هل العيب ده ملوش حل؟ لا ليه حل. ليه حل وليه حلول ثانيه مش حل واحد. طبعا اول حل هنا بقول لك ان الستيل ماست بي بروتكتد باي بيندنج. يعني لازم كل فتره ابص على الدهانات بتاعت الستيل بتاعتي. اتقشرت حصل فيها مشاكل هبتدي انظف واعمل دهانات ثانيه. خلاص؟ طبعا ده متوقف على جوده الدهان اللي انا بدهنه. يعني انا لو بعمل مثلا بدهان غالي اكيد هيقعد فتره اطول. بعمل دهان رخيص هيقعد برضه فتره اقصر وهكذا. طيب احط دهان غالي بقى او رخيص ده بيعتمد على اهميه المنشا اللي انا بعمل له الصيانه دي او بعمل له المعالجه. لو هو حاجه مهمه جدا وطبعا ما اقدرش ان انا اشوف ان فيها مشكله بشكل ياثر على استخدامها لا هحط فيها اعلى اسعار للدهانات اعلى اسعار لاي معالجه ممكن تحصل فيها عشان المعالجه بتاعتها تتم على فترات طويله جدا وبالتالي ما اخسرش في الاستخدام بتاعها. خلاص؟ طبعا ده احد الحاجات لكن في حاجه ثانيه انا ممكن الستيل نفسه الكومبوننتس اللي هي داخله في تكوينه ازود فيها عناصر معينه تحسن لي مقاومته للايه؟ للموضوع بتاع الصدر. خلاص؟ طيب يبقى ده كده الجزء الاول من العلوم. الجزء الثاني الفاير. طبعا الخرسانه هنا ممكن تكسب الجوده دي بالنسبه للستيل. ليه؟ يعني لو حصل حريق في مكان طبعا هو هيأثر على السنس بتاع الخرسانه بس مش زي ما بيأثر على الستيل. خلاص الستيل طالما هو اتعرض للحريق بشكل مكثف بدرجه حراره معينه ممكن يفقد 50% من السنس بتاعه بس الكلام ده عند درجه حراره كام؟ 500. يعني لو احنا بنتكلم على الستيل اللي هو 360 لو هو معرض كده من غير خرسانه بطيئه ولا اي حاجه للحراره عند درجه 500 360 دي بقت 180. طبعا لو وصلت ل 1200 خلاص هو كده اصبح حاجه ماده سايحه ماده مصهره. خلاص طبعا صعب ان درجه الحراره توصل في مكان زي كده والناس اساسا ما تكونش مثلا بلغت مطار فيه او ابتدت تاخد اجراءات في وقف الحريق عشان يوصل لدرجه الحراره دي فعلا ما حدش سال فيه. طبعا الكلام ده صعب ان هو يحصل. لكن عموما عشان احسن مقاومه الستيل للموضوع بتاع الحرايق دي كده ببساطه وجوده متغطي بالخرسانه او بكفر من الخرسانه او بكفر مثلا حتى
بسيط من نوعيه ما من الجراوت اللي هو برضه حاجه زي المونه كده خلاص. ده بيبعد عنه الحراره لسمك معين وبالتالي بتديه وقت اطول ان هو يحصل فيه مشاكل نتيجه الحراره. وتاني المعالجه دي هتتوقف على اهميه المنشا اللي انا بتعامل فيه المعالجه دي خلاص. طيب ده كده العيبين اللي احنا كاتبينهم في المحاضره. لكن هل في عيوب تانية؟ اكيد في عيوب تانية احنا مش كاتبينها في المحاضره. العيوب التانية ايه؟ احنا قلنا اهميه الستيل لما اجي اقارن الخرسانه كده لو قلنا ببساطه قارنا عمود خرسانه بعمود ستيل. فقلنا ان عمود الستيل هيطلع مساحته اصغر بكتير من عمود الخرسانه صح؟ طيب لو تخيلنا العمودين اللي احنا بنتكلم فيهم دول كان العمود منهم مثلا ارتفاعه 6 متر. اقتربت صلاة الظهر. هيحصل له ايه؟ بطل. لان قطاع الستيل هيبقى اصغر فبالتالي هيبقى مشكلته هنا ايه؟ بطل. خلاص؟ فدي مشكله ممكن تبقى من مشاكل او من عيوب الستيل. طبعا لو هو متصمم صح مش هتكمل المشكله كده انا اوريدي قبل ايه؟ عامل حسابي على ان اللينس ده او الهايت ده يقدر يقاوم البطل لو حصل. طيب. دي حاجة، الحاجة التانية في فيلير تاني مش أو عيب تاني احنا مش كاتبينه هنا بس العيب ده أكتر مرتبط بالحاجات المعرضة لأحمال مرتفعة فتيل بالظبط يعني العناصر اللي بتتعرض لأحمال متكررة أو أحمال متحركة دي كده ما بتبقاش يعني منتشرة بشكل عام لكن لو احنا بنتكلم مثلا على ورشة فالورشة دي كده فيها ونش رايح جاي على كمر حديد خلاص فالونش ده كده بيسبب على الكمر الحديد ده اجهاد مره يبقى الحبل موجود مره مش موجود مره موجود ومعدل سريع يعني احنا هنا في المباني العاديه دي في معدل هنا لتغيير اللايف مود كلكم قاعدين اهو كمان شويه المحاضره تخلص هنمشي المكان ده هيبقى فاضي بعدها ما اعرفش ممكن ساعه او اكتر او اقل ناس ثانيه تدخل صح لكن المعدل بتاع الحركه ده مش كبير يعني لما اخد كده الوقت اللي انتوا خدتوه وطلعتوا وناس ثانيه دخلت كده الريت ده كده قليل جدا. بالنسبه للونش بيتحرك في مصنع مطلوب ان هو بيعمل انتاج كتير فبالتالي بيتحرك بسرعه اكتر او بمعدل اكتر عشان يعمل ستريس مره في شد مره ما فيش مره في شد مره ما فيش. بالظبط كده لو عندك سيخ حديد وعايز تقطمه بتعمل فيه ايه؟ نيو في الاثنين الثاني اللي انت بتعمله ده انت بتعرضه لريسايكلز من الحبل مره تنشن هنا ومره كده كومبريشن مره تنشن مره كومبريشن ده كده بيسهل لك ان هو مع الوقت كده يبتدي يحصل فيه كراك ويبتدي يتقطع مع ان انت يعني ما عملتش قوه جامده ولا حاجه ده هو بايدك العاديه فده عيب كده خطير ان هو ممكن حاجه بالشكل ده مع الثاني البسيط ده كده يحصل فيها مشكله بس الثاني ده تاني مش هيجي غير لو عليه حبل دايناميك او حبل متحرك بصفه سريعه. طيب دلوقتي السؤال اهو ان ذيس كيس بتاع الاستراكشرز دي كده وود ريفورس كومبليت بي سكسسفول سبستيتوت للستيل از كونستراكشن ماتيريال بعد ان انت خدته ده كله ينفع ان انا اقول ان دي بديل لده طبعا في المنشات اللي هو فيها ما نتكلمش على حاجه ثانيه يعني في المنشات كلها اللي احنا قلنا عليها منشات الستيل دي كلها اللي هي المصانع الخفيفه دي اللي هي بتتعمل بسرعه بتتفك بسرعه والابراج اللي هي بتاعت الكهرباء والحاجات اللي هي بتتعمل في البحر دي والكلام ده كله هل الخرسانه هنا كان هتبقى انسب؟ لو انا بقارن ما بين الاثنين ده السؤال اللي ممكن. بالنسبه للكيس لو انا مثلا عندي اللي هو الجزء بتاع ليه ما بتعملش كده الاستاذ الكيس ده هو صلي طبعا ليه ما بتعملش طيب ده كده الجزء الاول من المحاضره خلاص الورق الغياب اللي عدى عليك وريت كل واحد يمضي قصاد اسمه ومحدش يكتب اسم حد مش موجود. طيب في نقطه بمناسبه الغياب دي نسيت اقولها هنقولها دلوقتي الماده عندنا من 100 درجه ماده الستيل دي كده من 100 درجه خلاص الدرجات بتاعتها متقسمه كالتالي 60 درجه على امتحان اللي هو التحريري خلاص وال40 دي اعمال سنه ال40 اللي اعمال سنه دي منقسمه لثلاث حاجات
في عمل سنة على المتر، في عمل سنة على الحضور بتاع المحاضرة هنا، في عمل سنة على كوزس. خلاص؟ وطبعا في طبعا الشيت. يعني الكوزس والشيت مع بعض. اوكي؟ في حاجة تانية برضو معلومة عشان ناس كتير كان بتقع فيها بمناسبة الغياب. طبعا الغياب بتاع المحاضرة ده كده لو عندنا مثلا الترم في 14 أسبوع دراسة. خلاص؟ فأنت أقصى مدة مسموحة ليك بالغياب عشان يبقى مسموح لك تدخل الامتحان هي 25% من عدد الأسابيع. وبالتالي لو حسبناها كده معناها إن الماكسيمم بالنسبة لك 3 أسابيع. أي واحد هيغيب. غياب أكتر من كده خلاص؟ يبقى مش هدخل الامتحان. واضح؟ عرفنا أهمية الغياب ده بس عشان ممكن النقطة دي ما كانش بيتنبع عليها، فده كده أدي تنبيه أهو. 25% أكتر من 25% غياب عندي هنا، طبعًا مش عندنا بس يعني عند كل الدكاترة بتاعت المقررات، كل واحد في المادة بتاعته يقدر يمنعك من دخول الامتحان. خلاص؟ وبالتالي محدش يكتب اسم واحد زميله، لأن ببساطة خالص ممكن نشطب الاثنين. طبعا اللي غايب كده كده مش موجود، واللي كتب اسمه هو كمان هيتشطب برغم ان هو حضر النهارده. مره واثنين وثلاثه دخلنا في الايه؟ في المشكله اللي احنا بنتكلم فيها. خلاص؟ طبعا مش هتعملوا كده بقى. طيب الجزء الثاني من المحاضره هنا اللي هو بنتكلم فيه على ازاي صناعه الستيل وايه الفرق بين الستيل والاير وايه انواع الستيل وايه الخواص اللي انا عايزها وايه القطاعات اللي انا هشتغل عليها من الستيل. خلاص؟ ازاي بقى الستيل ده بيتعمل؟ الستيل ده بيتعمل بمجموعة مكونات. المكون الرئيسي فيها اللي هو الايه؟ خام الحديد اللي هو الايرون. اللي هو فيرمونايت ولا ما اعرفش الحاجات اللي انتوا ايه؟ خدتوها زي ما قلتلكم في اعدادي وثانوي والكلام ده. طيب دي مجموعة عناصر بتضاف بقى عشان اطلع الستيل ده. الكربون. الكربون ده مهم في الستيل عشان يديله الاسترنس. كل ما نسبة الكربون دي بتزيد ده بيديني استرنس اعلى بس بيبقى على حساب الدكتيليتي بتاع القطاع اللي احنا قلنا عليها في الاول كده. القطاع فيه فرق بين الدكتيليتي والالاستيستي. الالاستيستي ان هو يقدر يتحمل الحمل ويحصل فيه انفورميشن وبعد زوال الحمل ده يرجع لوضعه العادي. خلاص؟ الدكتيليتي هي بعد مرحله الماكسيمم للالاستيستي يقدر يستطيل قد ايه قبل ما يحصل فيه فيلم. خلاص؟ فهي الحته بقى اللي هي مقدار الاستطاله دي كده كل ما تزود كربون كل ما المقدار ده بيقل. خلاص؟ عشان ده كده هتلاقيه الفرق ما بين لو جيت تفتكر كده الستريس رينج بتاع الوايلد ستيل اللي انت بتحطه للجناب مثلا والستريس رينج بتاع الستيل اللي انت بتحطه في التسليح الرئيسي بتاعك. خلاص؟ فرق بين الاثنين هو نسبه الكربون اللي احنا بنتكلم عليها. ده فيه نسبة كربون أعلى فبالتالي وصل للـ 36 وده نسبة كربون أقل فده وصل للـ 24 وبالتالي ده أنت بتستخدمه في الكنات عشان سهولة إن هو يتنيها ويشكلها كانت فرعين أربع فروع وات ايفر الحاجة اللي هو عايز يعملها وأنت كمان بتحطها في الأعمدة وبالتالي محتاج حاجة تبقى سهلة إن هو يتنيها مش تتني معاك روح مقطومة وإلا هتبقى أنت كده بتستخدم مادة فيها كربون كتير. يبقى ده أول مكون عرفنا كده ميزته وعيبه. ميزته ان هو بيعلي السترنس، العيب بتاعه بيقلل ايه؟ ضغطه. طيب في مجموعه مكونات ثانيه كده بتعالج مشكله احنا كنا لسه بنتكلم فيها زي الكبر والكروميوم والنيكل. الثلاثه دول كده ممكن زياده النسب بتاعتهم بشكل او باخر في السبيكه بتاعت الستيل خلاص يحسن مقاومته للبروش اللي احنا كنا لسه بنقول ممكن نحتاج ليها دهانات وحاجات عشان ايه؟ تقاوم او تعالج المشكله دي. خلاص؟ طيب بيدخل برضه حاجات ثانيه بتقاوم حاجه ثانيه او بتحسن مقاومه القطاع لحاجات ثانيه زي المنجنيز والفوسفور. الحاجتين دول بيحسنوا مقاومه العناصر المعدنيه بتاعتنا من موضوع الفتيك اللي احنا كنا لسه بنقول ان هو يقدر يتحمل بشكل اكبر تحت وجود سايكلينج لودنج بتاثر عليه. خلاص؟ ده كده بالنسبه للكونات. طبعا الكلام ده كله بيتعمل تحت درجات حراره عاليه جدا عشان كل المواد دي تبقى منصهره مع بعض وتتخلط وتطلع ايه السبيكه اللي هي بتاعت الستيل. طيب
types of iron products. طيب هنا بقى جينا للكلمه الاير والستيل. الستيل احنا لسه شايفينه اهو هو عباره عن اير ومجموعه كومبوننتس، لكن الاير ده هو ايه؟ هو خام الحديد نفسه خلاص بدون اضافات ثانيه. ممكن الاضافه الوحيده اللي بتضاف ليه كربون بس خلاص. وبالتالي الاير ده في نوعين، اشهر حاجتين منهم هي الكاست اير اللي هو الحديد الزبط، والروت اير اللي هو الحديد المطاوع. طبعا الكلام ده برضه بيخففوه الفيزياء بتاعت سنه، الحديد المطاوع حديد الصلب والجيل والكلام ده صح؟ ايوه الكيمياء الفيزياء خلاص. طيب هنا الكاست اير زي ما قلنا ده ليه سترينث عالي، وبالتالي نسبه الكربون هنا في المكون بتاعه 3%، بينما الروت ايرون ده اللي هو المطوع اللي هو من اسمه سهل ان هو ان انت ترميه، نسبه الحديد بتاعته 0.2، يعني ده 12 على 100، ده 3 على كام؟ على 100، يعني ده تقريبا كام؟ حوالي 8 تقريبا، 8 1 على 25 يعني 4 من 10 ده 100 4 من 10 من 30 طيب 4 من 100 اسف خلاص كده؟ يبقى احنا عندنا ده النوعين بتوع الاير. طيب بالنسبه للستيل، الستيل هو كمان في حاجه اسمها كاست ستيل. عشان اعمل كاست ستيل، كلمه كاست دي معناها ان انا عملت اصهار للماده دي خلاص، وحطيتها بعد كده في فورمه معينه عشان اطلع الشكل اللي انا عايزه خلاص. فالكاست ستيل ده ممكن تشوفه فين؟ ممكن تشوفه في النقط الارتكاز بتاعت الكباري. لو انت بصيت او حد بص كويس كده وهو ماشي مثلا في المواصلات، او حتى وهو واقف في محطه بص على الكوبري كده تحت الكاميرا السكيل اللي احنا كنا بنتكلم عليه كده، هيلاقي السبورت بتاعه اللي انت خدته في الاستراكشر هنج والرولر والكلام ده كده، يعني حاجات كده تحس ان هي كتله سكيل محطوطه خلاص. ففي الغالب في اغلب الاماكن دي بيبقى الركيزه دي عباره عن قصه سكيل، يعني المصمم بيصممها بابعاد معينه ومش عارف ايه، يروح للمصنع ويقول انا عايز اعمل الحاجه دي بالابعاد دي، فبينصهر الحديد بتاعه بالمكونات بتاعته اللي احنا لسه قايلين عليها، وبيتصب في الفورمه بتاعته عشان تديله ليه الشكل ده. فده الكاست ستيل. طبعا الكاست ستيل ده في منه درجات برضه بزياده نسب الكربون، هيبقى في منه كاست ستيل 44، في 55 وهكذا. طبعا كل حاجه ليها استخداماتها، وكل حاجه ليها يعني الفينشنج بتاع السيرفيس بتاعها ممكن السيرفيس يبقى مختلف. طيب في حاجة تانية اسمها فورجد ستيل. فورجد ستيل دي في الغالب بتبقى حديد مطلي، فبيبان أكتر فين؟ في البودي بتاع العربيات أو بتاع الكوبسات أو بتاع أي حاجات من المحركات اللي عندنا خلاص؟ أنت بتلاقي الحديد بتاعه حاجة رفيعة خالص، بس السنس بتاعها عالي. تقدر مثلا في صدمات تتني ومش عارف إيه، والسمكري يظبط والدنيا تمام وترجع زي الفل خلاص؟ وفي نفس الوقت بتطلي عشان الشكل بتاعها يحافظ برضو عليها من الكروشن، ويحافظ على الشكل بتاعها ان هي ماشيه مع شكل الايه؟ الحاجه اللي هي موجوده خلاص؟ طبعا فرجة السيل ده برضه في منه انواع، وفي منه حاجات اغلبها بتستخدم في صناعه المشينز المكن بتاع الايه؟ المصانع او الخلاطه والحاجات دي. ده كده فيما يتعلق بانواع السيل وانواع الاير. هنا بقى انواع القطاعات بتاعت الحاجة. انواع القطاعات بتاعتك. طبعا خدت رسم ستيل. ايوه. دي القطاعات اللي انت بتطلعها في رسم الستيل. اي سكشن وبتاع سي سكشن. كل ده هو القطاعات اللي احنا هنتكلم عنها. ان هو في اي سكشنز اهي. اي سكشن دي لما بتكون الفلانج بتاعتها عريضه شويه بتتسمى اتش. او دبليو. اللي هي وايد فلانج. خلاص؟ اللي هي فيها الفلانج بتاعتها عريضه شويه. خلاص؟ لكن في قطاعات ثانيه بتبقى الفلانجه بتاعتها صغيره شويه بالنسبه للارتفاع. دي بتتسمى اللي هي الاس سيكشن او ستاندرد او اللي هي الاي بي اي. خلاص؟ هتلاقي بقى في القطاعات دي هتقابلوها بقى في الديزاين بتاعها. ممكن القطاعات دي تبقى بايبس زي دي. مواسير. خلاص؟ ممكن القطاعات تبقى سكوير سيكشن هولو سيكشن زي كده. ممكن القطاعات تبقى ال زي ما انتم قلتوا، ممكن تبقى شانلز. خلاص؟ ممكن تبقى حتت من ده، يعني مثلا اي سكشن يبقى مقطوع منه حته واخد شكل دي خلاص. ممكن تبقى القطاعات دي متركبه مع بعض مكونه شكل او باخر، زي ما خدت بالك اب سكشن في الرسم فور انجلز وبتاع عملت اي سكشن او تو شانل ورا بعض
او تو تشامل تو الشباب عامل بوك سيكشن وهكذا. خلاص دي كده الاشكال بتاعت القطاعات اللي ممكن تستخدمها. طبعا ان شاء الله في الترم ده بالنسبه للكورس اللي احنا بنتكلم عليه راس ميمبر وتصميم راس ميمبر والكلام ده اغلب القطاعات اللي هنشتغل عليها هنا هنوصل لمرحله الاعمده والكمر بتاعته. خلاص هنبتدي نتعامل مع الاي سيكشن ده للعمود ومع الاي سيكشن اللي هو بالشكل ده للكمر. خلاص ممكن طبعا حاجات ثانيه لو حتى حد يستخدمها مفيش اي مشكله خالص، بس انا بقول لك ده اغلب الحاجات اللي بتستخدم. خلاص طيب القطاعات دي اللي احنا قلنا في الاول كده تصميم زي ما خدت في الخرسانه، انت هتبتدي تحسب الاحمال بتاعتك وتحل مساله الاستراكشر بتاعتك، وبعدين بناء على الفورسز اللي هتطلعها دي هتعمل تصميم. معنى التصميم دي تجيب ابعاد، تجيب ابعاد خلاص بمعلوميه الاحمال اللي انت جايبها ومعلوميه الماتيريال اللي انت شغال عليها. خلاص عشان كده كان لازم نعرف انواع الستيل. طبعا انواع الستيل اللي احنا هنشتغل عليها في الديزاين بتاع المنشات المعدنيه هم ثلاث انواع. يعني هتيجي في الكلام ده الستيل اللي هو 37 اللي هو المايل ستيل اللي انت بتعمل فيه كنات في الايه؟ في الخرسانه. خلاص ده الليف ليد بتاعته 2.4 طن على سم تربيع اللي هي 240 نيوتن على الميل سكوير، واللي هي الفراغ بتاعته 3.7 طن على سم سكوير. خلاص الستيل الثاني 44 ده ما اعتقدش ان انت اتعاملت معاه في الخرسانه. ده الليف ليد بتاعته الكلام ده مش محتاج تكتبه لان هتلاقيه موجود هنا 2.8 طن على سم تربيع والاف التمت 4.4 طن الرئيس بتاعك في الاعمده خلاص فده كده متحدد. فمجرد ما اقول لك ده كذا ده كذا يبقى اوتوماتيك دي كده معلومه بقت موجوده عندك. خلاص طيب يبقى دي الميكانيكال بروبرتيز اللي انا عايز اعرفها للستيل. عايز اعرف كمان يانج سورس بتاعه وده 2100 طن على سم تربيع. طبعا ده هحتاجه في ايه؟ تصميم. احتاج يانج سورس فين؟ عشان الديفليكشن. ديفليكشن ممتاز صح. يانج سورس ده هحتاجه عشان لو انا بعمل شيك ديفليكشن لحاجه وهحتاجه في الأعمدة اللي فيها مشاكل باكلينج لما توصل لإيه؟ لبويلر باكلينج ويبقى فيها ليميت معين هتتحسب بإيه؟ داخل فيها الكلاينتس. طيب ده كده الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الستيل. هرجع بقى أبص على الكروس سيكشن اللي إحنا قلنا عليه. هشتغل يا إما ال سيكشن يا إما تشانل يا إما اي سيكشن. طيب نرجع بقى لحاجة أنت خدتها معرفش بقى دي خدتوها في سنة كام. إن أنت تحسب الكروس سيكشن جيومتري بروبرتيز. يعني عندك شكل احسب منه السنترويد بتاعه، احسب الاريا بتاعته، احسب الانيرشيا بتاعته، احسب اليانجز مودلس بتاع ده السكشن مودلس بتاعه، بلاستيك مودلس بتاعه، كل الكلام ده. ده خدتوها صح؟ طب ميكانيكا؟ ميكانيكا. طيب وبالتالي دي كده مجموعه الخواص اللي انا هحتاجها، لان لما هاجي اتعامل مع تراس ممبر قلنا تراس ممبر ده هيبقى اكسيالي لودد سواء تنشن او كومبريشن، فمعناه ان انا عايز اريا. لازم اكون عارف احسب الاريا بتاعه الكروس سيكشن. طبعا القطاعات اللي احنا شفناها دي ليها جداول، فمش اللي هي اللي انت هتبتدي تحسبها من الزيرو كده وتشوف بقى الطول ده كام في التكامل والطول ده كام في التكامل. لا جداول هتبقى موجود فيها قطاعات الزوايا وقطاعات التشانلز وقطاعات الاي سيكشن دي. بس لو عندك مساله بقى فيها تو انجلز هتبتدي بقى انت تجمع بقى التو انجلز، مش هتلاقي فيه جدول كده التو انجلز دي مساحتهم كذا وبتاع. خلاص طيب وبالتالي البروبرتيز بتاعت الكروس سيكشن انت تقدر تحسبها وتطلعها من الجداول على حسب القطاع اللي عندك ده شكله. طبعا دي سامبل كده لشكل القطاع مثلا اللي هو الاي بي دي، ودي الجداول بتاعته هتبقى عندكم الجداول دي ان شاء الله. ده كده مثلا اشكال للعناصر المعدنيه قطاعات برضه اشكال للقطاعات كده. ده كده عندنا اللي هو الكورجيتد شيت اللي هو اشبه كده بالباب بتاع الدكاكين بتاع زمان. خلاص في نفس الوقت اللي هو التغطيه بتاعت المظلات او بتاعت المصانع اللي احنا بنتكلم عليها لو هي تغطيه خفيفه. طبعا ده اغلب التغطيه بتاعت المصانع او الورش اللي اتكلمتوا عليها. خلاص لكن في بعض الاحيان بتبقى الورش دي فيها منتجات غذائيه
او مثلا عايز يبقى فيها عزل شويه. طبعا لو حط بصات كده عموما الجو اللي احنا اللي هو فيه الصيف خلصت ده خلاص، هتلاقي المكان زي ما احنا تقريبا قاعدين ده هنا، مش ستيل وبتاع، وفي مراوح شغاله والدنيا مش نافعه فيها بتاع. صح؟ تخيل بقى انت لو قاعد كده على السطح فوق خالص، والغطا اللي فوق ده مش خرسانه ومفيش مراوح دي كده، وعندك كورجيتد شيت ستيل زي ما انت شايف كده، دي بتبقى دخلتها مثلا نص مللي او 7 من 10 حته صاد كده، وطبعا مثبته والدنيا خلاص. هي اه مغطيه بس الشمس اللي عماله تنزل من فوق دي كده تخليك جوه فوق. خلاص؟ طبعا بعض الاماكن مفيش فيها المشكله دي، لو هو عامل مثلا ارتفاع المكان ده ارتفاع عالي شويه زي الورش وبتاع زي ما قلنا من شويه. خلاص؟ ممكن الارتفاع العالي ده ما فتحتش فيك على الجناب تظبطه العمليه شويه تيارات هواء والدنيا ماشيه. خلاص؟ لكن لو المكان ده مخزن المواد الغذائيه زي ما مثلا موجود اكيد في اماكن كتير، الحراره اللي موجوده دي ما ينفعش تبقى موجوده، والا المواد الغذائيه اللي موجوده في المكان ده هتبوظ. خلاص؟ فبالتالي لازم يعمل لها عزل. العزل هنا بيتم ازاي؟ ان هو بيعمل طبقه ثانيه من الصاج. خلاص؟ طبعا بتبقى شكلها مختلف، لكن ما بين الطبقه دي والطبقه اللي فوقها بتبقى في ماده فوق عشان تعمل العزل. خلاص كده؟ فبيبقى الشكل اللي انت شايفه بيتسمى ساندوتش بانر. انا واخد اسمه من ساندوتش عادي. ساندوتش بيبقى ايه؟ يعني رغيف عيش وفي حاجه في النص. فده نفس الكلام. في طبقه كورجيتد شيت فوق اللي هي الصاج دي المعرج ده، وطبقه ثانيه تحت، وما بين الاثنين في طبقه فيلم. طبعا الصوت بتاعها كل ما بيزيد كل ما بيدي عزل اكتر. كل ما بيقل كل ما العزل بتاع المكان ده درجه حرارته بتقل. خلاص؟ طيب يبقى ده الشكل ده وزي. طبعا الحاجات الثانيه دي بيستخدمها في تثبيت الاعمده بتاعه المنشات المعدنيه. طبعا المنشا المعدني اللي احنا هنشوفه ده كده في الاخر لازم يتثبت. هثبته في الارض هعمله قاعده حديد؟ اكيد لا. اكيد قاعده في الارض يعني معرضه لاملاح ورطوبه وحاجات في الارض، مش هعملها حديد. احنا كنا لسه بنقول في مشكله فروش. خلاص؟ طيب يبقى دي هتتعمل خرسانه. وعشان اثبت فيها الحديد بسهوله ما عنديش ان انا الحم الحديد في الخرسانه. لكن في ان انا اطلع من الخرسانه دي سياخ طلع زي المسامير كده واثبت فيها الحديد بتاعه. فاللي هي بتتسمى جوايد او انكورس بالشيك. طيب طبعا في حاجات ثانيه ما بيبقاش فيها، يعني في مثلا حد طلع على سلم حديد، فاكر في سلم حديد اللي هو عند الجامع. الجامع صح كده؟ لما بتطلع فوق على شؤون الطلبه ولا معرفش مين. فده كده هتلاقي ده اللي هو اسمه شكل تربيه. حديد كده فيه نكوات كده خفيفه عشان يديله سترس شويه. خلاص؟ وتبقى الارضيه بتاعته هي الارضيه دي. طبعا ده وزنه ممكن يبقى 40 50 كيلو عشان تبقى ايه؟ مصاب. طبعا ده لو اتعمل هنا بداله خرسانه كنا هنبص في ارقام ثانيه. يعني ابسط حاجه لو عملنا 6 سم خرسانه بس كده وزنها يطلع كام؟ 150 6 2 ونص صح؟ بقى احنا بنتكلم في 40 او اقل او 50 ماكسيموم. فيعني تقريبا تلت الوزن ده ممكن يتشال ويتحط. لكن الخرسانه هي اتحطت خلاص كسر بقى ولا طيب ده كده اللي هو ايه؟ الشكل الجديد. طبعا هنا في اشكال الصواميل والولد ومش عارف ايه، طبعا لزوم التثبيت بتاع الايه؟ بتاع الحديد. وده كده ده مسمار برشام. ده هنا شكل كده سكيم لشكل مثلا مخزن او وشم عشان تعرف العناصر اللي موجوده دي. طبعا العنصر الاساسي اللي موجود هنا اللي هو فريم. طبعا خدت الفريمات ازاي تحسبه؟ خلاص؟ مجموعه الحاجات اللي فوق دي كبر موجود عليها كده سمبل سبورت. وطبعا هنا هتلاقي في عناصر ثانيه هنتعرض ليها فيما بعد. طبعا دي شويه ديفينيشن احنا مش هنبص فيها لان انت خدتها. يعني ايه ستريس؟ يعني ايه سترين؟ يعني ايه مو بلس بلاستيستي؟ يعني ايه ديستريس؟ اوبن ستريس بلاستيستي بلاستيستي؟ كل الكلام ده انت خدته اوريدي، بس هي محطوطه بس هنا بس ليه؟ التذكره. ودكتيلتي وبريتلنس والولدابيلتي يهمني فيهم الولدابيلتي. الولدابيلتي دي يعني ان الماتيريال بينج تيبل بي ويلبل. لان احنا بنتكلم هنا على الستيل، فما ينفعش ان انا اجيب الستيل مثلا عصب واجي مثلا الحمه زي ما قلنا في خرسانه. ما لازم الحمه في حاجه ينفع يتلحم فيها. وبالتالي لازم الحاجه اللي هتحمه فيها دي تكون متثبته. فهثبتها في خرسانه مفقود في وات ايفر الحاجه اللي هتثبت فيها، وبعدين هي اللي هثبت فيها الحديد بتاعي. خلاص؟ فهي دي كده الولدابيلتي دي ايه؟ من الماتيريال بينج ايبل تو بي ويلدد وزاوت لوس اند سترينس اند ويز مينيمال تشينج في اتس اذر ميكانيكال بروبرتيز. خلاص؟ طيب كده ده شكل ستريس كده ستين كده مايلد ستيل وده
كده الموضوع ايه. طبعا الجدول ده اصل كده في صدره. طيب الجدول ده كده اللي هو فيه انواع السكيل اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها اللي انا لسه مخططها سكيل 37 44 52 جيل واصغر. بس هنا الجديد في الموضوع ان لو تخالف اي اليمنت من البروس سيكشن ده زادت عن 40 مللي الكيرف دي كده بيحصل فيها ريدكشن. طبعا انت مش هتوصل للجزء ده بس ده يعني عشان بس ما تقولش ايه الموضوع اللي بعد كده اللي احنا خلاص. طيب كده المحاضره خلصت خلاص. الكلام النظري ده احيانا بنجيب منه كده سؤال كده في الميد ترم او في الفاينل يعني ما تستهنش بيه يعني المحاضره دي كده مش ايه مش للعرض بس. شكل الشيت عندنا انا اديته لزميلكم بس عشان الناس بس تبقى شايفه بس ايه المطلوب منها. ده كده حاجه هتحلوها في السكشن مجرد اللي هيحل الحاجه دي ما يعلم ويمشي يعني مش هيقعد. الشيت هنا فيه مجموعه اسئله او مجموعه اسئله خلاص. اول حاجه دي اللي هتتحل في السكشن هو نفس التراس زي ما انتم شايفينه اهو خلاص. بره الحمل بتاعك موجود هنا ومره الحمل موجود هنا ومره موجود هنا وفي اوزون بالدوزين. المطلوب منك في كل الكيسز دي كده ان انت تحل بيه التراس خلاص. اظن ده سهل اوكي. ده كده حد بيسال معايا. طيب ده كده اول حاجه ده المفروض يتحل في السكشن. من اثنين بقى للاخر ده كده في حاجات هتحلها انت في البيت وتقدمها المره الجايه ان شاء الله. هنا نفس الكلام ده تراس بالشكل ده مطلوب ان انت تحل الفورسز اللي في الميمبر المتعلمه دي خلاص. طبعا ده نفس الشكل مع التغييرات فيه هيبقى هو اللي تحت. ممكن شكل الدايجونالز هنا اختلف اللي هو مش واخد باله عشان حد يقول ده هو نفس اللي عدى خلاص. الدايجونالز هنا ليها شكل معين والدايجونالز اللي تحت ليها شكل معين ثاني لكن ستيل ان هي نفس الممبرز اللي انا عايزك تطلع الكورسز فيها. طب ايه الهدف؟ الهدف السؤال الاخير. هدف السؤال الاخير اللي هو بقول لك كومنت بقى على المسائل اللي هي من 2 لحد 4 اللي هي شبه بعض دي كده. التغيير بتاع الشكل التراست ده كده ايه اللي اتغير في الفورسز بتاعت الممبر المتعلم؟ خلاص؟ عندك كام ممبر متعلم هنا؟ 1 2 3 4 5 خلاص؟ فاعمل تقييم انت للعناصر دي باي شكل ثبته للثلاث مسائل عشان تقول مثلا ايه المساله الاولانيه الممبر ده كان فيه كذا، الثاني كان كذا، الثالث كان كذا خلاص؟ في ممبر ممكن يبقى كان كومبريشن في حاله الشكل هيتغير بقى تنشن وهكذا خلاص؟ بس عنده اسئله ممكن يسال فين الجاب؟ اه